السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة سن تعقيد، وإن شاء الله النهاردة ده الفيديو الأول في كورس الماث، تأسيس الماث، لكن الكورس ده بيبدأ بعد مرحلة الحروف، يعني لازم يكون ابني عارف من 1 لعند 10، تمام؟ الفيديو ده بيتكلم عن الأديشن الجمع، إزاي أشرح لابني الأديشن الجمع اللي هو أول خطوة في التأسيس بعد الأرقام من 1 ل 10 وبعد للزان والمورزان. للزان والمورزان شرحته قبل كده على القناة، هسيب لكم الفيديو بتاعه في آخر الفيديو ده، هتدوس على الضغط عليه هيجيب لك الفيديو الأول. ده أول فيديو، ده تاني فيديو إن شاء الله هو الجمع سبتراكشن الأديشن الجمع، إزاي نطرح نجمع. وليه الفيديو الأول لازم تشوفه؟ لازم تشوفه علشان لو أنت ما شفتوش امشي بالفيديو كده، وهات آخر هتلاقي الفيديو مكتوب فوق كده في شاشة النهاية، اضغط عليه وشوف الأول. ليه؟ لان الطفل الاول لازم يعرف ايه الكبير الصغير، الكبير والصغير، الفور اكبر ولا التو، which one is the biggest which one is the smallest. طيب هنحل ازاي المسائل ديت؟ هنا بقول لي 4 بلس 2، هسال ابني واقول له which one is the، قرب يا جنى، which one is the biggest يا جنى، 4 or 2؟ 4. تمام، هقول له 4 on my mind و 2 on my hand، 4 on my mind و 2 on my hand، after 4 5 6. يبقى هكتب هنا ايه؟ هكتب هنا 6، هكتب هنا 6. بعد كده 8 بلس 1، هسأل ابني which، لازم يا جماعه نتكلم معاه انجلش، طبعا هو في لغات وهو عارف ان انا في لغات وفي تجريبي لازم يتكلم معاه انجلش، ما اقولوش 8 زائد 1، مفيش. انا شفت فعلا الناس بتشتغل كده، ده ماث يبقى انجلش، هكلمه انجلش. 8 بلس 1، which one the biggest number جنى؟ 8. 8، put 8 on my mind 1 on my hand after 8 9. يبقى هكتب هنا ايه؟ 9. 3 بلس 2، which one the biggest number جنى؟ 3. ها حليها يلا، 3 on my mind 2 on my hand after 3 4 5. يبقى الريزلت بتاعتي هنا ايه؟ 5. الموضوع كله سهل جدا جدا جدا، يبقى the biggest number on my mind with the smallest number on my hand، وبعد كده اجمع عادي جدا جدا ما فيهاش اي حاجه. نكمل يلا، 6 بلس 3، 6 which one the biggest number جنى؟ 6. 6 on my، 6 on my ايه؟ 6 بتكلم فين؟ 6 فين؟ 6 on my mind و 3 on my hand. يلا count after 6 7 8 9 9. يبقى اكتب هنا ايه؟ 9. ها which one the biggest number 6 or 2؟ 6. 6 فين؟ on my mind 2 on my mind on my hand. ها after 6 7 8 8. طب انا ابن صغير ومتلعثم، اعمل معاه ايه؟ زي ما انا هعمل مع جنى دلوقتي كده. يلا يا جنى، 5 بلس 1، 5 on my mind 1 on my hand after 5 6. بس انا اساعده كده، لازم اساعده، لازم ايه؟ لازم اساعده. نعمل كلير، نطلع فوق شويه نكمل باقي الحل. طيب هنا جايب لي طبعا حاجه ظريفه لذيذه، هنا بقول لي 3 بلس 1، 3 on my mind 1 on my hand after 3 4. لازم ايدي شغاله مع بقي. 4 بلس 2، 4 on my mind 2 on my hand after 4 5 6. 5 بلس 1، 5 on my mind 1 on my hand after 5 6. 3 بلس 2، 5 بلس 3، 5 on my mind و 3 on my hand after 5 6 7 8. 7 بلس 2، 7 on my mind و 2 on my hand after 7 6 8 9. 6 on my mind 3 on my hand after 6 7 8 9. المسائل اللي اما تيجي راسي اما افقي، لازم ابني ياخد الاثنين، لازم ياخد الاثنين. طيب حل جانا القطر القطار الاخير ده، حل واحد كده. 8 on my mind 1 on my hand after 8 9 2 on my mind 1 on my hand. ايه المسائل الاول؟ 1 plus 2 on my mind 1 on my 1 on my hand after 2 3 7 7 plus 1
After seven, eight. Seven on my mind. Seven on my mind, one on my hand. After seven, eight. Amazing. فعند subtraction الطرح ده هناخد ان شاء الله الحصه الجايه باذن الله تعالى. لو حابين نكمل في السلسله فيا ريت تعرفونا في التعليقات تحت. تمام. وحاجه ثانيه، شوف الفيديو الاول بتاع ليه ازاي نمر زين، هتلاقيه في اخر الفيديو ان شاء الله في شاشه الايه النهايه. تنسوش لايك وشير علشان نكمل، وتعليق عشان نكمل. التعليق بيفرق جدا جدا مع الواحد. الواحد لما يعمل فيديو في الاخر ما حدش يشوفه او يعلق عليه بيقول خلاص الناس مش شايفه مش مهتمه، ف بيكسل جدا جدا جدا. اشوفكم على خير والجود باي. انا جود باي.